طيب هو ممكن في ادم بأمد... بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والمبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، افضل الصلاه والتسليم. ممكن يقوم جايب لي ايه بقى في الادم ديسيمالز، يجيب لي عادي ادم ده، هو عادي ده ما فيهوش حاجه. طبعا هنا دول تو ديجيتس، او ما انا ايه حاطط لده زيرو عشان يبقى دول قد دول، وابتدي اجمع 0 بلس 2 2 7 بلس 5 12 2 اند كاري اب 1 1 1 2 و 3 5 اهو. طيب ساعات بيقوم جايب لي ده فراكشن، فانا لازم اكون عارف كده شويه حاجات، عارف ان على جنب كده، عارف ان ال 1 اوفر 4 اصلا بيبقى 0.25 والمفروض 0.25، بس احنا للاختصار هنقول 0.25. هقول ليه دلوقتي؟ ال 1 اوفر 2 ال 1 نص بيبقى 0.5، المفروض 0 ده 0.5، فاحنا هنشيل الزيرو ده. هقول ليه؟ عشان ناخده نحطه على طول. ال 3 اوفر 4 المفروض ان هو 0.75، فانا لما اشوف دول هحولهم. يعني ازاي؟ يعني ده بدل ما هو 4 اند هاف هخليه ايه 4، وبدل الهاف هكتب ايه 0.5، ونمشيها مساله عاديه. مساله عاديه ازاي؟ ده دلوقتي عنده 2 ديجيتس وده عنده 1 ديجيت، نحط ده 0 ونبتدي نجمع عادي. 0 بلس 8 8، 5 بلس 3 8، وبعدين نحط البوينت، وبعدين 4 بلس 2 6، عادي جدا. طيب دي مثلا جاي لي ايه 3 اند كوارتر، برضه نفس القصه، كوارتر اهو 0.25، يبقى انا ممكن اعمل 3 وبدل كوارتر اكتب 0.25 اهو 0.25، اقوم اجمع اعمل ماينس عادي 6 ماينس 5 1، اشتغل على ده بقى على الجديد ده على الديسمال، مش على اللي فوق، مش على ال 3 اند كوارتر 2 ماينس 2 0 وبعدين بوينت وبعدين ايه 7 ماينس 3 4. طيب لو جاي لي مثلا حاجه زي ده، فراكشن زي ده مثلا 3 اوفر 4، انا عارف ان 3 اوفر 4 اهي 0.75، اهي 0.75، اقوم عاملها بقى ماينس عادي. ابتدي ابص الاول دول كام ديجيت، 1 2 3 ودول 1 2، نحط ده 0 ونبتدي نعمل ماينس، نبتدي نعمل بلس، اصل 2 بلس 0 2، 5 بلس 5 10، 0 اند كاري اب 1، 1 بلس 7 8، 8 و 3 11، 1 اند كاري 1، 1 بلس 2 3، 3 و 8 11. يعني لما يجيب لي فراكشن انا برضو احوله لديسيمال واقدر اشتغل مسالتي عادي جدا، بس لازم اكون انا حافظ الثلاثه دول، ان الكوارتر 0.25 المفروض 0.25، بس احنا للتسهيل بنقول ايه 0.25، وده 0.5 وده 0.75. كده يبقى احنا ايه فاهمين ازاي نحول من فراكشن لديسيمال، ونبتدي نجمع الديسيمال مع الديسيمال.